النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة العاصم والإمام يخطب فقد دعوه. رواه الشيخان وبينهما: ومن لغى فلا جمعة له. أقسموا تؤجروا أصابكم الله وغفر لي ولوالدي ولكم أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالخير والرشد ونهانا عن الشر والحسد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والحذر من الحسد، لأنه من الأمراض الخطيرة والأخلاق الرذيلة التي يبتلى بها بعض الناس. والحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة عن المحسود، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء كانت نعمة المال أو ولد أو صحة أو منصب أو علم أو غيرها من النعم. والحسد صفة إبليس اللعين، وهو أول معاصي بني آدم في الأرض، وهو سبب أول قتل في الأرض، وهو من صفات اليهود المذمومة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كانت نعمة الله على أحد إلا وجد لها حاسد. كما قال الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله: يا ابن آدم، لا تحسد أخاك، فإن كان الذي أعطاه الله لكرامته عليه فلا تحسد من أكرمه الله تعالى، وإن كان لغير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. ففي حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. سبحان الله والحمد لله. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين. خطبة سمو خطبة هوجي أحد درس زنزين خطبة زنزيناريو أحد دي الحلال بيننا يدي الحين من أنت أب سول دي ميجل تايم بدشي أنت دشي بيت الدلالة دي الحلال بيننا دي ثلاثة اللي واحد من خطبة ميجل تايم إبليس عب إبليس الله المراد دلتي ما رسا آدم لسجود ورد زباي وسال وردام بالله انت زل ورد يباي وقرا حش زو سبب بيبي زل ورد لبي ويسبي سبب زمي أحد زمامين نبي من انت أنا الناري يباي أنا مي ساك بيتخلق وانت يمين آدم دمو أفر بيتخلق انت وزولي سجود ورد لحق باي ما إشتا شوي أحد هو تاين ميقل تاين تدشي بالدلاحة اللي هي حتاين عزو قصوم حشتين من بين تازوم قابل وهابيل آدم عليه السلام زولت سامال مال كان يلدو زنار حاوة بحب السلام آدم وحاوة يلدو ذا المال كان نارا متناسس يخون قد النارا ميقل تايت ولد يجوا الحد ولد النار ميقل تايت ولد لجي قوتايت ولد قحات نسال قوتايت ولد لجي ميقل تايت ولد قحات نس النارا هابيل وقابل كوسيو هابيل هابيل بحث ولدتي هكو سنارتي قابل بحث تولدتي قابل بحث تولدت تقوم سنارتي هابيل بحث تولدت تقوم سنارتي هي شريعة وزواية وسا هابيل قابل يحسوا تقوم سنارتي ما صوب حسما سنة تولدتي احزوا لمسأل خشام استياشا إبا دبايا الله قبان وشبايا كوسيو هو هابيل دواتا النار هو لدمو حرشاش النار كوسيو لهم كوسيو الله لدك أربسا هابيل الله أمان أمان غدن زتاب كبشيو عقرا أقربا قابل دمهم هي زرع جاي أما زلتها بقربة الله ما زلت تكبر لهم هابيل زلت تكبر لهم تكبر لهم ما قابل زلت تكبر تكبر لهم أبو سار قابل من عشا إيه الله هو ذات ممكن تكبر لحد بايا إيه ذات تكبر لهم عن ذات تكبر لهم بايا بحشت عشا من عشا أول قتل مقلتان ظلم بي إيه زو بدل يوم أنت من سبب بي حشت سبب بي حشت تكبر لهم هوجي ملتها وقابل سوا هابيل سوا ميقل تتقل حس انت بايت انت رسولنا عليه السلام من الله دب إليكم يبقى الزنار أمت بزنار شيمة ها قاش بزيقيد الشي حل بايو يبقى الزنار أمتهم زنار ما الناس أمتهم زيقيد الشي حل بايو من تبايو وسو الحسد حس تمتاشا حس تبايت انت بايت انت حس تبايت أحد سو أحد مؤمن إحقا زال دينات بيستا زال سلطان بيستا زال الصحة بيستا زال كور بيستا الزون يعمد ولا بالبا ما هاقفو يديهم مقشا التانهم الزون يعمد ولا بالبا ومقشا من العل حسدي العل بيكين الله القرآن بمن الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إناش انتن إلال هم يقسمون رحمة ربي الله ما انتاوي أحدوا تجارة شغال محزو مسكينة شغال أحدوا البارستانة شغال محزو تهيا شغال أحدوا ودن أحدوا مكين أحدوا تجار أحدوا مسكين حزو أمير حزو تتتاي ما أنت هو يا إسال الله نحن قسمنا بينهم إلى الخالق أحسوا ما التعوي إناس تين إلى الخالق يسا إناس تين ونعمته ها حستي مو شامل له البيت أنت حستي له البيت أنت أنا تين خالق إلى انظر كيف فضلنا بعدهم على بعد هيك بل يا محمد أولا إناس تين أنا حزو لا يحزو تحيزا شيء يومي يسا
دي ناش دي لعزتا نعمة سارة وزير الحساب ويهاق بلا تجار زر النساء يا الله دي بلنا بلاي يا الله زور ولاني بمايتي ما أحس بها ما يشي زر النساء حشتي موشا دي الحياة ما بين بحزو يتانا بوم بحل بنا بيتين حشتي لي حرتين مرتب على أحد تاينغو نعمة أحد سب أورشي زر النساء ولم يلبام إن الكون يجي كذا مخشى حتى يحشتي لأحس ولا ميقال تاني زي قدر الزبايد أحس التجار زي خانسة هو ممكن التجار خانة ليما مج... هو دي نسه ولا بالباما أزود دينة تزوفوين زي أبدا مخشى بايت انت يي حتى زي قدر أحسك انت بايت انت هو التاني حسدي يي أحس اللي الله نعمة زي ستة يوسا ين أمثال سحة ستة يوكي يي أقبل من ممكن بستة يوبايت ما أزوشي بمقنع أزو بحسدي موشا أزوفوين دينة أبدا تام مثال إبليس آدم نسجد ورا زبايو سامين تزبايو أزو زلاشي بين تزيد خلقو يخلي ما مين تزيد خبايو يشي بالله عشان هذا الشيء به إيش تعيش بايت أنت يقول هذا إسلامي للعول أبغى بين أزوشي يزيد ترخ بي كنت خشومي تجارنا سجينا كنت خشومي ولا لكن أزو بي متعلم الله كنت خشى أبغى تجار زخانسة هي أبغى ما ممكن تبيه ومسكين خلنا أبغى عالم زخانسة ممكن تبيه مديا باو أوارد ده ممكن تبيه مجاهل كنت خشى هي قوتها إسلامي شيشتاني أنا حسني أحد سؤور شيء زاد زاد ترى ما حد شيء زلك نسا يا الله أبو علي مزوج زاد شيء مش لين كباي يي شيشتاني حسني ده يي خصوص حسني على تام أحد سو الله تجار ستة يوم صدق عش بالات على زلك ناسا علم صدق استهال على زلك نسا ترى ما حد عالم علم تنزل على زلك نسا عدلي بحد مزال على زلك نسا يا الله أبو علي مزوج زاد شيء باي حسني على تام يي تفعله سانتا باي تنده شيشتاني درجة بيلا حد سوور شي زر خلاصة يا الله وان دينا ستي ما ازوك ده سجاد سجاد اكبازا صدق استي بازا بايتي اي نعمة شيشتاج استي ما امان زون تبايت انت حرطانيو يا الله يبتال هستي حسو بهاشي سميت غزر ايه سعاشي زر خيسا ازوبي 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 مقنع انتانو ما ازوبي حستي موشا ملتاوا دبال دبايا ازوبي دواع موشا يا الله دبال لاغو من اللي مؤمناش قلبي جو انت بتزال دبايت انت حسو بهاشي زر خيسا الناج أحس تجار خانسة يا الله المزوج هذا تجار مشان بايت ترى لي جي أبى روي ما نديجيم جي أبى تلافا ما نديجيم جي أبى بواش ما نديجيم بايت ما حستي ما شو بايت أنت جي الله زي بيدا دشي أنت بايت أنت أحسه حد دلاج ما دلاج ما بقول حد بيروي ده ما خطره دي خطره سا بازي ما بين اللي قاعد يخاد يعني ما قد نزل لأنه تجار بين ما كاهي بالجبلي ما بقول هو حلو في الزاوية راح حد تجار بس بس أبوه هو أبو تجار هم بعاني ما تبي حقه كوبيت تاو حد يا أمام سو زراسة كوبيت تاو إلى الآن chance خلنا لي ما تبي لازوي لي ما جاء في الأربعين أحد راد روحه كده وما يسيه كوب حلو كوي زال كده والدين حرر وما حرر ليه ما هاك ميل تسيه كوب نياك زواي إيسا سما بواي وهاك هو آن سا سا متبكر هاك كده در ما يستعين كده كوي نار كوي روح أحد شيء روح سهوا يكون ده أنا ما تبي أنا فيه تجار زرع سام سي حزال ما وي سلطة زال أبو زرع سام زوبي لما جاء إلي ما وي أنا ما خاف بتساس أنا بيك ساس أنا بيك زوجي إلي ما أقوي أقصد ما زوجي سلط حقوي هو حف المدينة كبيرة تجيب لي موسى بيل أنا ما أتبع أنا باش باش بيت حتى ما استقبل الوالد ما حتى في بيت حتى تاني يي حستلي مخ حستلي يجيب على الأساس زوجي إنت حتى تاني لو الله ذا الله ذا راضي المخ نبيت أزوج أبلي ما تجارا شو ما نفيد كام ستيو ما مارس كنا شو ما نعمة ستيو الله هو ستيو يا الله ستيو نعمتنا هل تبين بحقي يشي بقى على الحسن خد بلاي بسمة فوقها أحد سوبي تجار ذا شو سوى الله نعمة ستيو سا يا ستيو شيء هل يا ما جمع ستيو كنا هل من تقوي الله إذا قتله وأبابنا هل تبين بحقي خالق الخلق قدر ستيو ما أبلي يجي عشانه وأزوجي تبين بحقي أحد كونتانو يشي ستي وزوزو يي نعمة ستي وافيت كامزو دينسو سلطانزو الدنيا بحلنا هذا القرزو يي ستي وشيو أزو فتنة لي أزو فتنة لستي بين توقع ميازة فتنة أحنا عشان لا لنتا أزو إلى عادة كفو ياسة لا لنتا بي أحد سو مثال سوطة زغن يسا كون بيت التناوات اللي فرق عليك أحد سو معلا زغن يسا أول أحمشو بسلاسة دينارة خلاص يكار اللي فرق عليك دينا التحيي بيت مبايت يي نعمة ستي يجي تالين تامو التامو توقع مخوا زاد يوم بريق كرا الحمد لله على الله وزوج زال شيء بلا زوم ولا من بدني ما حسيت عشبا إيه خدي هيك يوم هون كيسي إلى وا أبا أحد نعمة سدي وسامي تلا زاد معي لو زالوا حد ذوق
هو برو كواش ما تدري جاي ولا حاجة. لا فأ ما تيجي وآها ما فل ملي فيلم اللي حسوا بيزو بيزو رح يجيب اللي ما تيجي وكواش ما نتيجي وكوا أنا ما نتيجي يي كوا تي نشين تا حس دي من بعد وصلنا عليه السلام حالك هذا ما هو تشين لا تنتبه حس دي مشا مشيلة دي ما نسا كم تشين بعد مشيلة تو مرتا أور دي لا تحاول تشين دي ما خلاص شين تنتبه حس دي مشا التان من بعد ولا يمكن إسات إنتي ما بدنا كوسوزوزو خا حستي خا دبونا خا كرسي وستخا المغدا خا حستي حستي دار بخسا بايتي يلا بايتي الناس سبي حستي داش بسا خا خواب خا وزول تاني داش جمي الدور أدا قول دلان بخا ويسرق ما نزوب فوين لتا دار بايتي يلا حستي موشي من كرا مفلوك حلونا بايتي أحد مؤمن قلبي بي سحلو مؤمن بي حستي واي ما لدابر بي البرسوزين عليه السلام قوتان حستي قوتان بساس ومنين تا الدنيا واخرة وكيف تخلوين ممكن هنا بآخرة خاوي كيف تخلال خزي كيكور كور كتب الثواب خاوي نسبة الدنيا بي تنكي وهم بتوا اختدال قيمة دل قيمة تتناوضي الصوت عطمة تسبيلا هو بميلة تجار خانة هو بميلة كوخانة هو بميلة تلزاه كدا هم يراقا مراقا تتين عمد لتاق بايتين يي استلي قوتان لطول تبايتين أبا بارو الله سدي وكا نحن قسمنا لله وخالد هاك من تقول زول من اللي قواش في المدينة الأخ ورتي ما أنتو تجينا كلا تقولي أوت قال لك هذا اللعب عزوت مش هذا من اللي قوانا من اللي قوات تيشي من اللي قدر بيتين جي حشت لي وتانج قدر بيتين بس قصص له شيش تاني رسولنا عليه السلام إمرار والمدخل القناة من أين كيف يبي رسولنا عليه السلام من بارو لا ولا تباغضوا ولا تحسدوا بارو أو كما قال حستي أتتاشو أتبدي يي إمرار أنت رسولنا عليه السلام حستي أتتاشو نقدر كذا ها مؤمن إيه خذ تناول تسا أبو الحمد لله ليه تجار خانة إيه عالم خانة إيه مسلم إيه وقت جدينا تاي كورا ربع كم تسلا في جبع البلاد هاي مسلم على مسلم حزونه لا ترى لحد مين تتقبل ما تزور حساب مش يبغون من عند ريا بمسكين هنا من أخاف الله ذات كتير من خزائن الله إنت يقول خانة كل لنا من الله يقول زال علمه تقول لنا ترى تعرف من يقول يلا بيت احد سمع مسل القباسا ازو بحشتي مشا من تاوا ويتكيبا مثال ابو تجار بني ما خير ذا القباسا الناس احد سمع مسكيد شيخ الاخبار احد سمع قباسا حشتي مشا بحروف الليما يي مسكيد شيخ لا زال عربان مسال مت الاخ يي مسكيد شيخ لا زال لا شيء عاش بمواد الا حشتي بيه حروف الليما بيت ذا يا الله ابو يا ابو مسكيد شيخ اللي تاوا انا ما زوج زال ستي ما عم شيخ لا ترى لي هش تبيع منوس تبيع مين تدي مين تلاه أنا الناس حاسس صدق صدق صار دي محل لكوكو وي ناميات اللي جالت أولا ها بايت نار حاسس خير ده بدار ده زر الخساء يا الله الزور إذا شكل أبوك أنا لي مشلي أنا صدق عش بازك زيس كيس وسوم مسكين تبيل بازك بايت ترى لي زرم اللي تانا بايت تاني الناس دي الله زي مدة حال انت بايت انت الله كم يكمل زناه دي حال بين حرام معتصم أمير المؤمنين النار معتصم بوتزيبه كذبه حد الله قال لنا يا الله الله قال استأبى أمير المؤمنين ده عالم سؤال بلايم يا رب كل سب عصمة حبرام اللي بيقول بوخي بلامين أمير المؤمنين هم كذبه قدر به إسلام والنار أمام بل ما وزير سؤال تعالى ممكن تني هذا نهي شيء بقني يقلا حشت مش يقلا سيلا يا أبا أزوي بحيم أمير المعتصم بحيم أمام بقرار روا تلك شوكوبة لا تقرأ يمكن تلنا تلو نسبة إلى إنتاج لا يا وزيرهم إلى بيت يا باو حد حل يلاش فرو في البلاد التاني دون اسمه اللي تيلا يا حد يسار ترى مين أشر هو عالم السبب أو لحدا ما جارزو إن ده منو قبل لحدا ما كنا هو جلاد عند بلاد عند ولا ما جارس تاع جار أمام بحنقول تبي لحد حنقول دستو بيه أمام بتم بيسب حد ثم أمام بيسب ما تبي لحد حنقول سحب دبي اللي من لحد أبوه شيخه ولا هو جا خا يتم أمام حنقولهم بلا خلوة قال ثم أمام أخذ ثم ثم ملالوا هو جاء من المؤمنين يتزع حكم الإسلام في ساعة أفقه كل أحد مسألة من اللي يجيك نخا أبيه تابع شيخ الويلة قال تمام هو أمام خلا إلا الزبيكة فتن بيسيك مع أمير المؤمنين دي معتسين دي حلا من اللي حد أبو أمير المؤمنين أها كل سواتي أحد شين بلاي ديس بازا من اللي أحد سم جامبر جيم حصل زي خزارة أخو مقررتا فيها أبا أها أخوات أفتا يجيك على البايوي بعد جميل يا زوج تواجد خالوي حتى إذا سانا في سازو إن أتيك نخاو مع المسلمين أفزو إنت إلى حد هذا إلى من قتل زمان إلى هو أمير المعتصم إلى هذا أجايب إلى المعتصم هو جيرات أفزو إلى هو الله زاد قافي من أزوج ده أمير المؤمنين زيوسا حساو زي كل ساعة يا زباي كده هو إذا حتى في شغل كل سوا إذا حساو ذا شخص هو جيتوا مبلغ كيوا أفقه لحد بايوي النار أمير المؤمنين حساو مش زي كل ساعة هو
جواب مش استنس أحسن كل حدا جواب أشاء أو أمير المؤمنين بلبين إلى حدين آمن من إيش يعني ليه ما أمير المؤمنين حشي أشاء معتسم طبيعة زوبي كل سام إيش زوبي إذا كتب بس حد بدأ بيجي زوبي كل سام سكوت هواي إذا خانسات كتب ولا لاي كاتب هواي إذا كتب ولا كبر شيء إذا خانس أول شيء إذا خانسات إيش زوبي كتب هذا إيش زوبي كتب هذا مين تلا زال تود حد بدأ إسلام كتب هذا زوري سالم مين تلا زال على شاب النار الله وزوا ما إيش زوبي كتب يوم مين زالوا يريد الدابة وجل حامل عتام يري سالا وجل حامل نتيجة أبا جدنا ويل ذا وهذا حكم مشان المثال لي حد ألاي بعد أمير ما أزود حي بزال أميره وهذا حكم بوليس كم شو واحد سين لا زال بزال بايتين ذا جي وراك وجل حامل نتيجة أبا جدنا ويل ذا يكتب أمير المؤمنين هو أبا هو شيخ سالا بالاستعان شيخ سالا بام كتب وشي مقامل لحد ما هو اللي سالك هذا وزير بعتراله وزير من الآن هاي هاني كنت شيء قوس وما تقدر لي كنت عشان ما أنا حديث بيزو دبداب إجزو من كنت مستحيل لا يشى يدبداب بيل أما استوتاد هل باوي لا تميل هو وزير يدبداب وأنا استلعب يعني كيس ألف دينار تابو تخونة تلفا أنا استلعب في العالم الله يألف وزير ولا تود دبداب ولا حد ما زوج بدي زحارة سا وزير استعمل قدر كذا لا هو يدبداب ولا تيجي ويدور تلا ما مان تقول ما له ما وزير قد دهور أيام أشي ليه كان أيام أشي حنا تبعين لي أمير المؤمنين وزير زوجي قد تحرى حتى يا هذي محل يا شيخ خالد بعد محل دور شيخه أي شيخ حسين ابن جيران شيخ ولد حمار وصاع من خالد الحل حد شيء ما كان دب دب يسات خيون وزير خالد الأربعة أي قصة خوين الله مين حد بعده كنا أو سات عارف زوجي قال هاي أبقى هنا دي أمي اللي عامل التصاني لا كان أبقى والعكس اللي بايو سات وزير خان بايني الحل وزير خان أبقى نصر قال بزي ما لكن أمام بيت بيلين ما ثم زي يقول لك هنا بايت هاف زي تيجي من قلت لك قد أزوجي حتى في الدفاع أساس في الدفاع أفي وزي العدد خبيلا هاف بساتة من ذي العدد وما كل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين حيث تزاش أبا آخر زمين خانا وزير زنار أبا مت بترك أبا مت بيسا يبايت انت يلي يا أبا ذا التاريخ هنا يلم دي بازانا من انت زيت لا يهوكا بكسوك بحيث تيموشا هو جال بورد بخبيش بورد بخار أحد شيء نعمة للخسا يقوم سدال شيء للخسا تجار على نعمة سدى وأب زل خسا يا الله أزولم دبلنا أهلم دبلنا أهلم سين بايتي ومناش حال تبي لاي تتقبل ما يجي شيء يلي أغنيه يلي وكل بايو تني مع حساب بايك أنت عشان كده الدنيا وآخرة زمان وقت هم نحل بايتي الله حساس بكهرنا مستمر بوالدنا الله حساس شر من الله كهرنا يلي منك ومن شر حاسد إلى حسد الله زبايو بايتي واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم كما باركت على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين والأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله وعن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله وعن الجامع القرآن عثمان بن عفان رضي الله وعن أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله وعن ستة الباقين العشرة البشر بالجنة وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا آمين اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين المسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين إنك قريب مجيب الدعوات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اهدنا صراطك المستقيم آمين اللهم اهدنا صراطك المستقيم آمين وعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وآخر الصلاة الله أكبر